ناكل ازاي في شهر رمضان؟ مش هكلمكم عن العادات الخطأ، ولكن هكلمكم على الصح اللي احنا المفروض نعمله. قلل الملح طول شهر رمضان عشان خاطر ما تعطش جامد وقت الصيام. خلي بالك انا قلت قلل، لكن ما تمنعش. ما تزودش الحلويات او السكريات جامد قوي في فترة الافطار، لان انت كده بترفع من معدل الانسولين جامد قوي، ولما هتخش في مرحلة الصيام الانسولين هيرجع ينخفض تاني، وممكن تحس بدوخة او ارهاق وتعب. باي حال من الاحوال بلاش ان انت تدبها جامد في اول وجبة بالذات، اللي هي وجبة اذان المغرب. الناس كلها بتقعد في اول وجبة دي بيبقوا عندهم شراهة في الاكل، طبعا ده بيحصل منه تخمة وتلبك معوي، وبياخد وقت اطول جدا في هضم الطعام، وبعد كده طبعا ممكن تتاخر في التمرين بتاعك، او ادائك في التمرين ما يبقاش كويس، وتحس ان معدتك وجعاك، وانت حتى واقف في صلاه الترويح بتحس ان انت معدتك مش قادر تقف اصلا. طيب نعمل ايه؟ نخلي اكبر وجبه لينا هي وجبه بعد التمرين، يعني سواء اتمرنت بعد التراويح او اتمرنت مثلا قبل السحور، فخلي وجبه بعد التمرين هي اكبر وجبه لي خلال فتره الافطار. وجبه السحور اهتم اكتر بمنتجات الالبان عشان خاطر الكازين، ولو عايز تعرف اكتر ايه هو الكازين هتلاقي اللينك ظهر فوق دلوقتي، دوس عليه. وجبه السحور اهتم قوي بالالياف اللي فيها نسبه عاليه من المياه، زي مثلا الخيار. لو عايز تعرف اكتر عن رياضه كمال الاجسام وشهر رمضان هتلاقي لينك ظهر فوق دلوقتي السلسله كنت عاملها رمضان اللي فات، دوس عليه واتفرج عليها، هتلاقي فيها كل المعلومات اللي ممكن تخطر على بالك. لو انت بتشوف الفيديو دوت على الفيسبوك ما تنساش تشترك في قناتي على اليوتيوب، ولو انت بتشوف الفيديو دوت على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. اشوفكم على خير.